عند حضور المريض لعملية القسطرة يتم تجهيزه لغرفة القسطرة بحيث يتم إعطائه غيار خاص في القسطرة، وكذلك أخذ تخطيط قلب مبدئي يستخدم للمقارنة بعد القسطرة. بعدها يتم نقل المريض لغرفة القسطرة. عند دخول المريض لغرفة القسطرة يحظى بخصوصية تامة. التجهيز يتم عن طريق تعقيم مناطق الاحتمال الدخول فيها مثل الرسغ أو مثل منطقة الفخذين. بعد التعقيم يتم تغطية المريض بشرشف معقم. من بعدها يتم استدعاء الفريق الطبي للداخل بحيث يقوم الطبيب بتخدير المنطقة اللي راح يتم الدخول عنها بتخدير موضعي وإعطاء مسكن أو مهدئ للأعصاب للمريض بحيث أن تكون القسطرة سلسة للمريض وغير مرعبة. بعد ذلك يتم الدخول في الشريان الخاص باليد في أكثر الحالات. في بعض الحالات نحتاج دخول لشريان الفخذ وذلك يحدد طبيب القسطرة. عند الدخول لشريان اليد يتم بعدها إرسال واير عن طريق القسطرة يتم إدخاله لغاية القلب، وهالواير يتبع القسطرة للشريان اليمين ثم الشريان اليسار، وخلالها يقرر الطبيب هل يحتاج المريض دعامة أم ما يحتاج دعامة أم هل يحتاج عملية قلب مفتوح. في حال الحاجة لعمليات القلب المفتوح يتم توقف ومناقشة الحالة مع المريض. المريض راح يكون صاحي يكلم الطبيب، وإذا عنده أي سؤال أو استفسار راح يتم نقاش. بعد الانتهاء من القسطرة يتم إغلاق المكان اللي دخل منه الطبيب عن طريق سدادة أو إسوارة بلاستيكية تضع حوالين الرسغ في الحالات اللي دخل فيها الطبيب من الرسغ، وهالإسوارة فيها بالونة يتم نفخها بالهواء بحيث أنها تضغط وتسكر مكان الجرح، ويتأكد الطبيب أن الضغط مناسب بكمية مناسبة بحيث ما تعيق تدفق الدم لليد وبنفس الوقت ما تسوي نزيف. بعد ذلك يتم التشيك على تدفق الدم عن طريق اليد، وعند جهوزية المريض يتم نقله مرة أخرى لغرفة الإفاقة. يكون الطبيب قاعد يكتب تقرير القسطرة. في نفس الوقت راح يقوم طبيبك المعالج بزيارتك في غرفتك لشرح ما تم عمله في القسطرة والقرارات التي اتخذت وماذا يجب على المريض عمله في المتابعة. هذه من الخدمات اللي نقدمها بمستشفى الكويت، ونتمنى أن بإذن الله لكم الشفاء العاجل وسلامتكم.